لو الحكاية فيها إن فيتو إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 359,669. عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 53,740. مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 4,136. مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 49,604. اسم القائمة نداء مصر حصلت على 6,016 صوت. الصحوة الوطنية والمستقلة 1,831 صوت. في حب مصر 36,657 صوت. ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 5,100 صوت.